بصراحه المساله ديال الجنسيه باش انك تاخذ الجنسيه ديال البلاد اخرى قناه، حيت البلاد كتبقى هي الام. حنا واخا ما راضينش على الوضع اللي في بلادنا، ولكن البلاد كتبقى هي الام، فهمتيني؟ حيت تقدر تمشي لبلاد اخرى وتحتضنك وتاخذ الجنسيه ديالها، ولكن ما تتعاملش كانك تحس بانك في بلادك 100%. باش ما نكذبوش على راسنا، نكونوا واقعيين. هي حنا طامعين واحد النهار ان تغير المغرب ويصبح مغرب واحد اخر. اتفق معك، هاد المسائل اللي كنعانيو منها ديال الصحه، ديال التعليم، ديال هاد المسائل خاصها تغير، يعني في اقرب الاجال في اقرب وقت. ومساله ديال الجنسيه اخويا انا ما نقدرش. الظروف ديال الانسان هنا كتخليه يدير الهجره ويغير حتى الجنسيه ديالو. بالنسبه للجنسيه انا نقدر نغيرها كوني مسلم، واخا نكون في دوله اسرائيل نغير الجنسيه ديالي ونخدم على راسي. يعني تدوز ديك الظروف ديال هنا ديال الخدمه اللي ما كايناش هنا في المغرب، لان واحد النسبه ديال الناس بزاف ولاد البلاد ما لاقيناش، وتيجي براني من على برا تيرحبوا به وتيديروا على راسهم وعينيهم، وحنا بلادنا ما عطاتنا سبحان الله العظيم. نقد هل يعطوني جنسيه غادي نمشي، ولكن الا جا عندي شي واحد سولني نقول لي الفقر يمكن لي نمشي هاد البلاد هادي. مشيني سي واخا نبقاو فيها شحال ما بقينا فيها، ديما كنبقاو لتحت. مشيني ديما ما كيعبرنا حد واش كلينا واش شربنا واش عندنا، ديما المهم حتى واحد ما كيتحاور معانا، حتى واحد ما كيجي يقول لنا شنو كديروا شنو ما كديروش. صافي انت عايش، صافي الوقت اللي كتصوروا راه خدام، راك واكل جيني. ونورمالمون نهار اللي طيح في الفراش راه ما كاين اللي يقول لك السلام عليكم ولا خلص الكلمه ولا خلص الدوله حتى شي حاجه. بلادنا زويونه، ولكن حنا المهم داكشي اللي فيها حنا ما واكلينوش، فهمتي؟ الكنز اللي فيها حنا ما واكلينوش. شكون اللي واكلو؟ واكلو الناس الكبار، هذوك الناس الكبار هما اصلا ما مسوقينش ليه. لا انا ما نتخلاش عليها، نظرا ان مغربي عم قديم مغربي واخا تخلى عليها، ما يمكنليش نتخلى على الجنسيه المغربيه. رغبه تكون ولو امريكا، ما نقصش الجنسيه، الجنسيه ديالي هي الجنسيه ديالي. على وداياش اصل مغربي مغربي، ميمكنليش باش نغير الجنسيه ديالي. غندير زعما جنسيه مزدوجه حالات ما في درب، ولكن انا قلت لك ما عمري يمكن لي نتخلى على الجنسيه. كاينين بزاف اللي ما تخليش خلينا نمشيو للبلاد. اول حاجه بغينا نمشيو نكملوا قرايه برا، حيت كاين ايدوكيشن تما هاير ليفل على الكانتري ديالنا ديال المغرب، وفرص الشغل كاينه بزاف، وكاين بزاف ديال فرص العمل، والمايند سيت ديال بنادم اللي كتخلي وثينكين ديال المونتاليتي ديال بنادم تما مختلفه علينا بزاف، اوبن مايند بزاف، وكيتفهموا الاراء ديال الاوبينيون ديال اذر بيبل، وكيتفهموا بزاف ديال الحاجات. الجنسيه ديال المغرب ضروري غتبقى عندنا، ما خصناش عاوتاني نقرب بلادنا، ولكن غير بلادنا ما ناقصه بزاف ديال الحوايج. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتف بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.